احتفلت مجموعات عائلات مريم في الأردن بعيدها السنوي الخامس بقداس احتفالي أقيم في كنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي. ترأسه المطران مارون اللحام مطران اللاتيني في الأردن بمشاركة المونسنيور نبيه الترس كاهن الرعية المارونية وعدد من الآباء الكهنة وجموع المؤمنين. وقال المطران اللحام خلال العظة: كم هو جميل أن نشارك في أمومة مريم العذراء الإلهية، فلا أحد يستطيع أن يحصي فضائل مريم العذراء أو ألقابها، لكن معظم هذه الفضائل والألقاب تأتي من كونها أما يسوع أولا وأمنا ثانيا. الإيمان الذي لا يصبح عملا ناقص، هروب، أصلي لكن لا أعمل. والعمل الذي لا ينبع من الإيمان لا ثواب له عند الله. لولا سماع مريم لكلام المسيح لكان طعام مرتا كباقي الدعوات إلى العشاء التي تنسى مع انتهاء السهر. ولولا عمل مرتا لبقي يسوع تلك الليلة دون عشاء. هناك نص جميل من مار فرانسيس يقول: نصبح أما للمسيح عندما نحمله في قلوبنا وفي ضميرنا بصدق ونقاء، ثم نلد المسيح عندما نعمل الخير مع الآخرين. وتم خلال القداس قبول وتثبيت ثلاث فرق جديدة كأعضاء فاعلين في عائلات مريم وتسليمهم وشاح الأخوية من قبل مسؤولي العائلات. وفي ختام القداس قامت عائلة فادي وهيام الصباغ بتسليم مسؤولية حركة عائلات مريم في الأردن إلى عائلة عصام وكلوديا حنظل، ملبين الدعوة في تحمل مسؤولية الحركة وشاكرين الجميع على الثقة التي منحت لهم. روحانيتها هي روحانية مريمية وتعتمد على أمرين: لقاء بعائلة من العائلات حول موضوع معين وصلاة معينة، ولقاء تعارف وحكي حر بين العائلات لبناء المحبة ولبناء العلاقات الطيبة. والجميل في كل ذلك أن العائلات تلتزم بأن تجتمع في البيت مرة في الأسبوع للمصارحة بين الزوج والزوجة كي تبقى العلاقة حميمة وتبقى العلاقة دون أي شائبة من الغضب أو من الزعل أو سوء التفاهم. نتمنى لهم الاستمرار في هذه الروحانية وفي هذا العمل ولبث روح مسيحية داخل عائلاتنا المسيحية في الأردن. بالنسبة لخبرتنا خلال الخمس سنين الماضية كمسؤولين لعائلات مريم الأردن، حقيقة كانت خبرة كتير رائعة، فيها من الفرح وفيها من القوة وفيها من عمل الروح القدس. نفس الوقت كان فيها تحديات كتير كبيرة، تحديات إدارية وروحية، بس بنفس الوقت نحن حسينا صار عندنا نمو روحي كعائلة بموجبات عائلات مريم اللي عشناها جوا عائلتنا، كمان عطتنا بركة داخل بيوتنا. في عمل كبير، في عطش كتير، في عائلات بحاجة للوصول لربنا ويعيشوا تحت نظر ربنا، فعشان هيك المسيرة ما بتوقف عنا. والحمد لله هالكابل الجديد اللي كمان عصام وكلوديا حنظل اللي استلموا، ربنا أكيد الروح القدس نفسه اللي عمل فينا هو نفسه اللي رح يشتغل فيهم ورافقهم، ونتمنى لهم مسيرة ونحن داعمين أكيد ومكملها على خير يا رب. شيء حلو 69 عائلة بيجتمعوا وبيشتغلوا على هذا النفس وبمتطلبات خاصة بروحانية خاصة، حركة علمانية بتدورها بترافقها الكنيسة ترعاها وتنتبه عليها. نحن كتير مبسوطين، فترة قطعناها وصرنا على السكة، وهلأ الباقي إنه ينطلقوا ويشتغلوا بقوة ربنا، والعذراء مريم هي تضل لهم وتكون ترافقهم. نشكر كل شخص حضر، كل شخص اشتغل. نورساد كتير شكرا للخمس سنوات اللي رافقتينا، لخمس سنوات كنتي حاضرة ودايما بتغطينا، نشعر بالفخر انه انتم موجودين معنا ودايما هيك في إلنا حضور ومستنى بدنا نطلع ولا لا، وطلعنا وعمموا وكذا، فشي كتير حلو فعلا. احنا كعائلات مسيحية وازواج كنا بحاجة لهذا
اللقاء اللي بيرجعنا للجو الأسري وبعلمنا كأزواج وعائلات مسيحية إيش اللي مطلوب منا والالتزامات اللي كان لازم إنه نعملها الموجبات. فمرة تانية بحب أشكر المؤسسين، وبنتمنى كل العائلات المسيحية كمان ينضموا للحركة، لأنه فعليا هي بتحقق لنا سعادتنا بالبعد الجسدي والبعد الروحي كأشخاص مسيحيين.